شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. سيطرة حمراء ولكن بدون أهداف. كابتن حشيش ما زالت برضه سيطرة، يعني الشوط الثاني سيطرة، شوط أول شوط ثاني للنادي الأهلي، فرص ضائعة. ولكن في البداية يعني قبل ما نروح للتحليل الفني، بنتمنى السلامة للاعب مصطفى أبو الخير، كان تعرض لإصابة قوية، راح دلوقتي المستشفى. هنكون معاكم بعد قليل مع زميلنا فاروق صلاح علشان يعني يطمنا عليه ودكتور الفريق، ونتمنى ان شاء الله السلامه لمصطفى ابو الخير. كابتن حشيش، السيطره تامه للنادي الاهلي ولكن سيطره بدون فاعليه وبدون اهداف. يعني طبعا دي الاصابه القويه اللي تعرض ليها مصطفى ابو الخير، كانت وقعه قويه جدا. اسعاف نزل ارض الملعب واخده وطلعوا على المستشفى. معاه دلوقتي طبيب الفريق الدكتور علاء مأمون، وهنطمن حضراتكم بعد الاصابه. هيكون زميلنا فاروق صلاح معانا بعد قليل. يا رب ان شاء الله نطمن على مصطفى. وهي طبعا وقعه جامده، يعني اختل توازنه هو في الهواء، فنزل طبعا غلط على دماغه. ان شاء الله باذن الله يكون حاجه بسيطه يعني. طبعا الشوط الثاني احسن من الشوط الاولاني شويه، في خطوره اكتر في الشوط الثاني. علشان برضو المشاهدين اللي بيتابعونا، احنا دلوقتي هيكون في ركلات ترجيح دلوقتي. شروط المسابقه بتاعت دوري الشباب وشايفين القرعه بتتعمل دلوقتي. بعد اي تعادل سواء سلبي او ايجابي بيروحوا الفريقين لركلات الترجيح. دلوقتي هيبداوا دلوقتي يا كابتن حشيش، اتفضل يا كابتن. الشوط الثاني احسن شويه، في خطوره، في استحواذ من النادي الاهلي اخطر على المرمى، اكتر من فرصه. شفنا كمان كره عبد الحكيم اللي جت في القائم، طبعا كانت هدف، يعني سوء بخت كبير فيها. يعني حاولوا لغايه اخر لحظه الحقيقه، انما يعني المباراه تنتهي بالتعادل السلبي، وهتتحسم ان شاء الله بضربات الترجيح. يعني دكتور ثابت، بالمناسبه عشان ركلات الترجيح، النادي الاهلي لعب قبل كده 2 ركلات ترجيح، كسب واحده وخسر واحده. نادي الاتحاد لعب 6 مرات ركلات ترجيح، كسب 4 وخسر 2 في الدوري الجمهوريه. طبعا لازم ركلات الترجيح يكون فيها تركيز، تدي انطباع ان هم كويسين الاتحاد في ضربات الترجيح. طبعا من 6 كسبانين 4. بعد التعادل كل فرقه بتاخد نقطه، فريق الكسبان في ركلات الترجيح بياخد نقطه اضافيه، بيحصل على نقطتين مجمل المباراه. طبعا تفرق معاك خاصه كمان في ترتيب الدوري في الصداره. طبعا يعني لو قلنا نتيجه امبي النهارده، امبي كان خسر، امبي وبتروجيت انتهت. تقولوا لنا النتائج كده. طيب هقول لحضراتكم النتائج، المباريات انتهت دلوقتي ابرزها، يعني المقاولين العرب بيفوز على الزمالك 3-0، وامبي وبتروجيت، امبي يعتبر هو المنافس للنادي الاهلي في المركز الثاني، المباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وفاز بتروجيت. طيب هنروح سريعا لمعلق المباراه الكابتن تامر عبد السلام عشان يعني نعلق على ركلات الترجيح، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل التوفيق لاعبي النادي الاهلي. بعد فوز الأهلي بركلات الترجيح 3-1 في مباراة ماراثونية، الأهلي ينفرد بالصدارة ويوسع الفارق بينه وبين إنبي ليصل إلى 5 نقاط. كابتن حشيش، مبروك، مباراة ماراثونية يعني تسيدها النادي الأهلي، ولكن ركلات الترجيح قدر يحسمها النادي الأهلي ويفوز بنتيجة 3-1. طارق حسن حارس مرمى للأهلي النهاردة، يعني واحد أيضا من نجوم اللقاء في ركلات الترجيح. طبعا مبروك للنادي الاهلي، مباراه طبعا يعني كانت مثيره، ضيعنا فرص طبعا كتير بالذات في الشوط الثاني، اتحسمت زي ما قلنا يعني بضربات الترجيح، وبرده اللي حسمها ابراهيم عبد الحكيم اللي هو ما كانش فيه توفيق في الكره اللي جت في القائم، كانت ممكن تحسمها
في الماتش نفسه يعني. فربنا كافئه بالضربه الاخيره. وعايزين نقول هنا برضو حته ضربات الترجيح دي مهمه قوي، لان باين ان في يعني خلل في ضربات الترجيح بالنسبه للاعيبه الفرقتين يعني. يعني ما تشوف الاتحاد مثلا مضيعوا ثلاث ضربات، سجل واحده بس، سجل واحده بس يعني، فطبعا صعب قوي. النادي الاهلي طبعا سجل ثلاثة من خمسة وضيع اثنين، فكويس ان الاتحاد عمله في المسابقه بتاعه الجمهوريه دي او مسابقات الجمهوريه، ان يبقى في لجوء في حاله التعادل لضربات الترجيح، اللي برضو بتدي اللعيبه تعود ان يبقى في برضو شد عصبي، وبيلعبوا ضربات الجزاء طبعا او الترجيحيه تحت ضغط او ستريس. فدي برضو من الحاجات المفيده. بنبارك للنادي الاهلي ان مجمل المباراه طبعا يستحقها النادي الاهلي في مجمل طبعا الفرص اللي طبعا ضاعت منه. مبروك للنادي الاهلي، وبالنتائج الثانيه كمان زاد الفرق بينه وبين المركز الثاني اللي هو انبي. دكتور ثابت، مباراه ثانيه بعد المباراه 90 دقيقه، مباراه ركلات الترجيح، ومهم جدا اللعيبه تتمرن عليها، حراس المرمى يتمرنوا عليها. ظهر النهارده كفاءه من لاعبي النادي الاهلي، وحارس مرمى النادي الاهلي اللي كان مفاجاه بالنسبه لي طارق حسن، اللي قدر يتصدى النهارده لثلاث ركلات من نادي الاتحاد السكندري. في البدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي النهارده الفوز وتوسيع الفارق كده في الصداره ان شاء الله. النادي الاهلي بقى 50 نقطه، وانبي بعد النهارده طبعا تعادله وخسارته بركلات الترجيح من بتروجيت بقى 45، فالفارق بقى 5 نقط النهارده، بتوسع النقاط. ميزه ان انت برضو حتى لو تعادلت بتلعب ان انت تكسب بركلات الترجيح، بتاخد نقطه تانية فبتوسع الفارق مع انبي الخمس نقط. الحارس طارق حسن، نرجع بس، انا شايف ان هو واحد من الحراس الممتازين اللي عندهم شخصيه الاهلي، مش مهزوز في الجون، لا تقيل وثابت، بيلعب كره كويسه، حارس كويس عنده شخصيه بصراحه. الحارس طارق حسن، هات الكره اللي شالها اللي هي اول ضربه جزاء شالها. النادي الاهلي سجل 3 من 5، سجل 3، والاتحاد سجل واحدة من 4. أول كورة شالها هتيجي هتكون معانا دلوقتي. طبعا إسلام عبد الله تسجيله، بصراحة إسلام عبد الله برضه لعيب كويس قوي يعني، حتى في تسديده للرميات التماس واللعب والرميات التماس وتسديده لركلة الجزاء، واحد من اللعيبة اللي قدمت أداء كويس جدا. النهاردة لما يبقى عندك حارس مميز في ركلات الترجيح، إحنا كنا قلقانين إن الاتحاد برضه الحارس بتاعهم كويس، خاصة إن هم كسبوا 4 ماتشات قبل كده. إن أنت يبقى عندك حارس كويس بيصد ركلات الترجيح، اللعيبة بقى اللي ضيعت لازم تتمرن أكتر من كده. يعني ميدو نبيل دي تاني ضربة جزاء أشوفها له بيضيعها، ضيع في مباراة الزمالك وضيع النهاردة، وبيشوط في نفس الزاوية اللي هي واضح يا أحمد إنه يشوط ده أول واحد بيشوط. افترض يعني إن المدير الفني الفرقة بيحط أول واحد ده اللي هو أحسن واحد بيشوط ضربات، فإن هو يدخل يعني بتبقى صعبة أما بتضيع. هنا إبراهيم عبد الحكيم حاططها في زاوية وبقوة يعني على شمال حارس المرمى، رغم ان انا كنت قلقان شويه لان ما كانش فيه توفيق معانا في الماتش. ضيعنا فرص كتير، ده في كورتين في القايم، واحده في الشوط الاول واحده في الشوط الثاني. رغم كده الحمد لله المكسب النهارده، برضو ابراهيم عبد الحكيم صاحب الفرحه بقى وصاحب التسديده الاخيره. فدي حاجه برضو تحسب يعني، ان انت برضو بتكسب بركلات الترجيح، بتوسع الفارق، بتقترب اكتر من الدوري النهارده. انت يعني دي الجوله الثالثه بتاعت ميدو نبيل هنا يعني، كان فيها باينه يعني قوي ميدو نبيل بقى حتى يوم ماتش الزمالك شاطها. لازم يغير الزاويه طبعا، قدامك يا اما تشوط في النص يا اما تشوطها باينه جدا ان انت هتشوطها على يمين الحارس، ضعيفه جدا. بالمناسبه البطوله السنه دي كان فيها ركلات ترجيح بعد خروج مصر من السنغال وخساره نهائي كاس الامم الافريقيه، وايضا عدم وصولنا لنهائي كاس العالم برضه امام السنغال بركلات ترجيح. حطوا في لجنه المسابقات في قطاعات الناشئين ومسابقات الجمهوريه، اي مباراه تنتهي بالتعادل الايجابي او السلبي اللاعبين يلعبوا ركلات ترجيح. عشان كده يعني النهارده يعني شروط المسابقه ان احنا شفنا بعد التعادل الاهلي والاتحاد يعني لجأوا لركلات ترجيح. هما بيقلدوا الكابتن حسن مصطفى في كره اليد، هو اول واحد عملها. كابتن حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد اليد، واحد من الناس الكوادر اللي هي عشان كان رميه الجزاء في اليد كانت ضعيفه فيها مصر برضه، فجي هطبق اللائحه ان في حاله التعادل تلعب رميات جزاء. فهو اتحاد الكوره اخذ قرار كده طبعا، لجنه التطوير الكابتن فتحي نصير قال انه احنا هنلعب ركلات جزاء او ركلات ترجيح في حاله التعادل، والفرقه اللي تكسب تاخد نقطه زياده. دي بيحاولوا ان هم ينموا، على فكره دي حاجه كويسه بصراحه طبعا، ينموا الموهبه بتاعه ركلات الجزاء، ويبقى فيه اهتمام عند المدربين ان لازم يكون في كل تمرين يكون في 5 أو 6 او اللعيبه كلها بتشوط وتشوف مين المميز. بتخلص مباريات وبتخلص بطولات ضربات الترجيح دي طبعاً. طيب نروح لملعب المباراة، ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد المباراة. تحياتي ليك يا فاروق، تحياتي كابتن حشيش،
دكتور احمد ثابت. وفي البدايه برضو عايزينك تطمنا وتطمن الساده المشاهدين على مصطفى ابو الخير. يعني خليني في البدايه من جديد اجدد التحيه بيك يا كابتن اسامه، واجدد التحيه بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني اطمنك على اللاعب مصطفى ابو الخير، طبعا اللي يعني كان تعرض لسقوط على الراس في اثناء المباراه، يعني تعامل معاه سريعا الدكتور علاء مامون طبيب فريق النادي الاهلي وفريق الشباب في النادي الاهلي واجرى الاسعافات الاوليه، لكن يعني طبعا يعني لا ان اللاعب عنده يعني ارتجاج شويه، ارتجاج في المخ، فبالتالي خرج به الى احد المستشفيات القريبه من ملعب المباراه اللي قريبه من مقر النادي الاهلي هنا في مدينه نصر طبعا لاجراء الفحوصات الطبيه، ويعني خلال الدقائق القادمه او الساعات القادمه نطمن اكتر بشكل اكتر. لكن خلينا اطمنك على حاله مصطفى. الدكتور طبعا دكتور علاء مامون معاه، دكتور اسامه مصطفى بيتابع معاه، كابتن وليد سليمان، كابتن محمد شاوي، كابتن بدر رجب، الجميع بيتابع معاه. لكن خلينا اطمنك الاسعافات الاوليه تمت معاه في ارض الملعب، وبالتالي اجراء بعض الاشعه وبعض الفحوصات في احد المستشفيات القريبه من مقر النادي الاهلي هنا بمدينه نصر. خلال يعني الوقت القادم ان شاء الله نطمن على مصطفى ابو الخير، ويعني نتمنى له كل السلامه ولكل اللاعبين. طبعا بعد نهايه المباراه انا معي في هذه الاثناء المدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن احمد جلال. مواجهه صعبه جدا زي ما قلنا من بدايه اللقاء، هي مواجهه صعبه دايما المواجهه الاهلي مع الاتحاد السكندري، حسم النادي الاهلي بركلات الترجيح. كابتن احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مواجهه صعبه ومفيش مباراه سهله، خلينا نتفق. كان فريق الاتحاد واحد من الفرق والمحطات اللي انتم عاملين حسابها، كلمتوا مع اللعيبه في المحاضره الفنيه قبل المباراه على اهميه هذا اللقاء، وده السيناريو اللي شفناه في ارض الملعب. اولا تحياتي للكابتن اسامه وكابتن حشيش والدكتور ثابت. طبعا احنا تحضرنا المباراه، انت عارف في التصفيه النهائيه بتبقى المباراه كلها صعبه في ظل الظروف اللي احنا ماشيين فيها. احنا الماتش كان ماشي الشوط الاول كنا ماشيين بشكل كويس، تحضرنا طبعا للعيبه، اللعيبه كانت عارفه اهميه المباراه، كان لازم نكسب، عندنا منافسين جدا، النقط تعتبر كلها كابتن فاروق قريبه من بعض، احنا بنتكلم بيننا وبين انبي الثاني حوالي 4 بونت. فالحمد لله في ظل الظروف وانت حتى وحش في الشوط الثاني قدرنا نكسب البونت زياده، يبقى احنا عندنا 50 بونت، فبرضه تقدر تحافظ على الصداره للفتره الجايه. عندنا برضه حصل مشكله برضه، مصطفى ابو الخير ان شاء الله يكون نطمن عليه ويبقى كويس، كنا احنا عندنا تفوق عددي بالنسبه للاعبين، طبعا اصابته فهو خرج، اهم حاجه سلامته، لكن الحمد لله قدرنا نفوز بالمباراه. كابتن احمد يعني في ظل الغيابات عندكم مجموعه من الغيابات، سواء لعيبه للايقاف سواء لعيبه موجوده مع الفريق الاول، ازاي بتتعاملوا مع هذه المرحله مع كل مباراه؟ كل مباراه هي مباراه كؤوس بالنسبه لكم. والله انت برضو بالنسبه لك انت لما يكون معاك لعيبه، احنا مثلا اللعيبه اللي كانت في الدرجه الاولى بتطلع تتمرن في الدرجه الاولى، كان عندنا عدد من اللعيبه كتير بيطلع تتمرن في الدرجه الاولى، فانت طول الاسبوع بيبقى مش معاك، فانت بتيجي قبل المباراه بيوم، فانت برضو بيبقى عندك جزء كبير جدا تقدر تحضر اللعيبه دي وتهيئهم ان هم ينزلوا يلعبوا المباراه. كان عندنا برضو مخلوف ما كان موجود بيتمرن فوق، المفروض كان يبقى فيه استدعاء النهارده، لكن الحمد لله عندنا طارق قام بدور كبير جدا النهارده، وكان من ضمن الاسباب اللي احنا الحمد لله قدر يكسبنا النهارده 3 بونت. طبعا معانا مساعده كبيره جدا طبعا كابتن محمد شوقي، كابتن بدر، كابتن وليد، الناس دي كلها واقفه في ظهر الفريق، واحنا بنقول الفرقه فريق 2003. هو القوام اللي على الفريق الاول لما يحتاج لعيبه طبعا لازم لازم يبقى ياخد من 2003، فلازم تبقى اللعيبه دي انت مهيئها مش على قد مستوى برده الاحتكاك للدوري، لكن انت برده بتهيئها عشان يقدر يلعب سواء في افريقيا او في الدوري المحلي. شكرك يا كابتن احمد، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه وتحسموا البطوله باذن الله. كابتن اسامه انا يعني بينضم لي في هذه الاثناء يعني كل الشكر الكابتن احمد جلال، واحد من اللعيبه المهمه وهو حارس مرمى فريق النادي الاهلي طارق حسن. طارق يعني مهم جدا في حارس المرمى ان الفرصه لما تجيلك تكون في كامل تركيزك يا طارق. يعني طارق واحد من الحراس المميزين، الجميع بيشيد انه واحد من مستقبل النادي الاهلي في حراسه المرمى، مهم جدا التعامل مع هذه المواجهه. الفترة اللي فاتت كان مصطفى مخلوف بيلعب، النهارده في تركيزك بتعاملت مع كل التصديات خلال المباراه، وايضا شفناك في ركلات الجزاء، ببارك لك على ادائك وببارك لك على الفوز النهارده طارق. حبيبي فاروق، طبعا بمسي على كابتن اسامه وضيوفه في الاستوديو. الحمد لله احنا طول الاسبوع يعني كابتن خالد ما عندوش رقم واحد ورقم اثنين، محضرنا كلنا، لو كابتن خالد نفسه نزل يلعب هيأدي نفس الاداء اللي انا اديته الحمد لله. يعني والله يعني الحمد لله ماتش الاتحاد دايما بيبقى ماتش رخم سواء هنا او هناك، بس احنا كنا مستعدين بشكل كويس الحمد لله، ثلاث ارباع الفرقه كان في الدرجه الاولى الاسبوع اللي فات ده كله، فاحنا الحمد لله يعني عارفين وحاسين بالمسؤوليه وان شاء الله نحسم البطوله البدري والحمد لله. والله حارس المرمى في النادي الاهلي ممكن على مدار ال 90 دقيقه ما يجيش عليه غير كوره او اتنين، لازم يكون في كامل تركيزه. انت بتحضر نفسك ازاي؟ تركيزك بتحافظ على تركيزك ازاي؟ شفنا تركيزك ايضا وتالقك في ضربات الجزاء، وبتحضر نفسك لضربات الجزاء ازاي يا طارق؟
والله يا فاروق يعني ملهاش حاجه معينه، يعني احنا الحمد لله برضو طول الاسبوع شغالين عليها قبل الماتش بثلاث ايام، كل يوم بنعمل ضربات جزاء، كل واحد يدخل يشوط، حتى انا وحتى ادهم والرجاله كلها بتدخل تشوط. فاحنا الحمد لله بنستعد للمواجهه بشكل كويس قوي. كابتن خالد زي ما قلت لك محضر الحراس كلها ومحضر الفرقه كلها، والحمد لله ان شاء الله ان شاء الله نفضل في الصداره ونحسمها قبل ما الدوري ينتهي اصلا. تصدر ركلات الجزاء بتبقى مدارس، انت من انهي مدرسه؟ مدرسه التوقع، العب مع الثانيه الاخيره، مع الحركه الاخيره، قول لي انت من انهي مدرسه وبتحب انهي مدرسه؟ ملهاش حسابات والله، يعني انت زي ما انت شفت كده اصلا، يعني هم اتنين بس بيلعبوا في الجون الحمد لله، يعني بس انت بتلعب على الكوره سواء بقى هو داخل يمين داخل شمال وقف، بس الحمد لله يعني ظهرت بشكل كويس وان شاء الله اقدر افيد النادي قادر الماتشات اللي جايه الحمد لله. كوره قطر، واتمنى لك التوفيق خلال الفتره اللي جايه. كابتن اسامه مستمرين معاك، معانا ميدو اسامه واحد ايضا من العناصر المهمه والعناصر المميزه في فريق الشباب النادي الاهلي. ميدو خليني ميدو ارحب بيك الاول على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحياتي للكابتن اسامه حسني الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. مبروك على المباراه النهارده، نقطتين مهمين، صراع القمه صراع البطوله، ان كل مباراه ما فيش مباراه سهله. تحياتي طبعا ليك يا كابتن فاروق، وتحياتي للكابتن اسامه حسني والضيوف الكرام كلهم، كابتن حشيش وكابتن ثابت. والله يعني الحمد لله يعني فوز النهارده حتى لو ضربات الجزاء فهو فوز مهم بيخليك تستمر على اللي انت فيه. ده طبعا البونت اللي بيروح دلوقتي ما بيبقاش سهل ان احنا نعوضه، بس طبعا يعني احنا عشان كنا فارقين الحمد لله باربع بونت فنقدر نمشي ونكمل، ويعني بيحصل دايما دروبات للفرق الكبيره عشان خاطر تفوق تاني وترجع للمسار الصحيح. وانت على القمه كل فرقه جايه تلعبك عايز تاخد نقطه، ده من ممكن يعني تلاقي الجيم مقفول الملعب مقفول. الكابتن عبد الظاهر بيتكلم معاكم في الامور دي ازاي؟ انتوا بتحضروا بعض في الماتش ازاي؟ بتتعاملوا مع سيناريوهات المباراه ازاي ميدو؟ والله احنا محضرين من اول اسبوع طبعا، وعملنا محاضره فنيه على الماتش بتاعنا في الدور الاولاني معاهم، وركزنا على النقط اللي احنا المفروض نشتغل عليها النهارده. حتى احنا النهارده يعني ما كانش في توفيق، بس احنا ضيعنا كتير ورحنا للجون كتير، بس ما كانش في توفيق يعني حلفنا قدام الجون. بس يعني هو دايما طبعا ماتش للاهلي والاتحاد بيكون ماتش صعب طبعا لان فريقين كبار، بس يعني البطل دايما النادي الاهلي بيبص ان هو يكسب مهما كانت الظروف ايه. فيعني احنا ان شاء الله شغالين على ان احنا ناخد الدوري. يعني ميدو انا بشكرك، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله، واعتقد اكبر حافز ليكم ان بيبقى مستر كولر متابع، كارلوس متابع، اعتقد حافز ان انت قريب من الدرجه الاولى. والله دايما يعني احنا كابتن كارلوس موجود، وطبعا كابتن محمد شوقي هو بيساعدنا بان هو يكلمهم ويخليهم يبقوا متواجدين، بيحاول يساعدنا ان هو يطلع الناس فوق في الدرجه الاولى. فيعني ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا ونكمل، ان دي مفترق طرق بالنسبه للاعب يعني في السن ده. شكرا كميدو بالتوفيق في اللي جاي باذن الله. شكرا لك يا فاروق. كابتن اسامه هيكون معانا طبعا ختام لقاءاتنا لاعب محمود حمدي، وواحد من اللعيبه ايضا في قطاع الناشئين، اللعيبه المميزه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. حمدي برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي الكابتن اسامه حسني، دكتور احمد ثابت، الكابتن محمد حشيش. مهم جدا في المباراه اللي زي ديت، وانا مش في يومي او في كامل ادائي ان انا ما اخسرش وان انا احافظ على فرق النقاط بيني وبين اقرب المنافسين. فخلينا نتكلم النهارده نقطتين مهمين جدا في مشوار البطوله، والنهارده تقدر تقول ان بحافظ على الفرق اللي بيني وبين نادي انبي. الحمد لله طبعا، تحياتي للكباتن الكبار اللي في الاستوديو. الحمد لله مكسب مهم قدام نادي الاتحاد، فرقه منظمه. جيم كان في الشوط الاول كان شويه مقفل فرقه الاتحاد، فرقه منظمه دايما بيبقى ماتشاتنا قدامنا ماتشات صعبه، بس شخصيه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما لو هي مش في احسن حالاتها بتعرف تحافظ على النقطه اللي معاها وتلعب على الثلاث نقط. احنا طبعا يعني مش مبسوطين ان احنا فقدنا نقطه من الماتش ده، بس الحمد لله احنا دايما بنتمرن بعد التمرين على ركلات الترجيح، كابتن احمد عزار دايما بيمرننا عليها، والحمد لله يعني ربنا كان موفقنا النهارده وقدرنا الحمد لله اللعيبه كانت مركزه وقدرنا ناخد النقطتين يعني الحمد لله. فريق الاتحاد اتطرد منه لاعب، المساحات بقت ضيقه وهو عامل زون ديفنس وعامل دفاع منطقه. ابرز التعليمات اللي قالها لك الكابتن عبد الظاهر وانت نازل، واحنا شايفين الجيم مقفول عايز اعتمد على الكرات العرضيه، اكيد ادالك بعض التعليمات استغلال طول القامه واجهتك لضربات الراس. انا نازل طبعا اتكلم معاه قال لي محتاجني في ال 18 اقدر اقف على الكوره اجيب جول. الحمد لله نزلت استحوذنا كويس على الكوره، خلقنا فرص كتيره، بس الحمد لله يعني ما كانش التوفيق معانا في الماتش. واحنا طبعا يعني صفحه واتقفلت بنقفل، وعندنا ماتش كويس جدا في اسكندريه، هنسافر هنلاعب فريق فاركو، هنستعد له بشكل كويس وان شاء الله نرجع من اسكندريه بثلاث نقط باذن الله. اشكرك يا محمود، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله خلال المباراه القادمه ان شاء الله، والتواجد في النهايه بالبطوله باذن الله. كابتن اسامه، ده كان ختام لقاءاتنا وختام تغطيتنا لمواجهه الاهلي والاتحاد السكندري في الاسبوع على الثالث لبطوله الجمهوريه والمرحله الاخيره. زي ما اكدت لحضرتك ومره ثانيه بنطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله مصطفى ابو الخير لاعب فريق النادي الاهلي،
ان شاء الله. يعني المتواجد معاه حاليا الدكتور علاء مأمون زي ما قلنا بأكد مره ثانيه لاعب ارتجاج في المخ، لكن ان شاء الله الدكتور علاء مأمون بيعمل معاه بعض الفحوصات، اطمن على كافه التفاصيل. يعني خلال الوقت لو حضرتك موجود طبعا موجود في الاستوديو هحاول برضو ان انا اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، وطبعا انا موجود معاك يا كابتن اسامه لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا فاروق صلاح، دايما متالق كالعاده. طيب كابتن حشيش، من وجهة نظرك أبرز اللاعبين اللي تألقوا في لقاء اليوم؟ يعني الحقيقة هم مجمل اللعيبة كانوا كويسين. أنا شايف يعني أحمد أشرف كان من ناحية الشمال برضو، كان قبل ما يخرج للإصابة وائل، بس الطرفين بصراحة كانوا كويسين. مصطفى أبو الخير طبعا كان برضو من اللعيبة المميزة، وخصوصا يعني زود في الحتة الهجومية وطلع قدام شوية الشوط الثاني، يعني دول هم اللي لفتوا النظر. طبعا طارق، طبعا حراسة المرمى، طبعا طارق حسن برضو يعني كان له دور في ضربات الجزاء. عجبني جدا طارق حسن بصراحة، يعني هادي حتى تحت الثلاث خشبات زي ما بيقولوا في قراراته، حتى لو ما راحتلوش كورة لكن قراراته هادية، قراراته سليمة صحيح. وبندف طبعا ثباته في ضربات الجزاء او ضربات الترجيحيه، هم دول مجمل يعني اللعيبه او احسن الناس اللي لفت نظري النهارده. يعني دكتور ثابت النهارده طارق حسن كان كويس جدا، هادي ثابت تحت المرمى، عنده شخصيه النادي الاهلي. مكسب ان يبقى عندك مصطفى مخلوف وعندك طارق حسن في فرقه 2003. مصطفى ابو الخير ان شاء الله نطمن عليه، وطبعا هو الاصابه دي بتبقى ارتجاج في المخ فبيحتاج يروح يعمل اشعه مقطعيه على المخ كده ولا كده، بياخد 48 ساعه تاني عشان يعمل متابعه. لكن هو ان شاء الله دكتور احمد ثابت بيتكلم ان هو طبيب، يعني طبيب بشري فعنده من الخبرات في الامر ده. هو بعد 48 ساعه بيعمل مقطعيه تاني، فبيبقى بيخش يعني ايه بفتره كده بيسموها حتى ما بعد الارتجاج، فلازم طبعا بيتحط. شوف لو في نزيف وممكن يلعب قناع، نفس موضوع امام عاشور. يعني امام عاشور دي لغايه بقاله فتره قريبه كان بيلعب بقناع، يعني بيلعب بقناع برضه بسبب موضوع الارتجاج، لان الوقعه كانت جامده جدا، وقع على راسه. للاسف كمان لاعب الاتحاد طبعا بدون قصد وهو راجع بيحط رجله برضه، حصل خبط في الوجه كمان بالحذاء بتاع اللاعب الاتحاد، فده طبعا بدون قصد. يعني ده بيبقى ارتجاج طبعا، بيروح على طول بيعمل الفحوصات وبيعمل اشعه مقطعيه على المخ وبيتحط تحت الملاحظه اكيد 48 ساعه لغايه ما بنشوف بقى لازم بيعمل متابعه يعني، وبعد كده بيلبس ماسك لو في ارتجاج طبعا عشان يقدر يلعب بيه، يبقى نفس موضوع امام عاشور. بنتمنى له السلامه. ومصطفى ابو الخير واحد من اللعيبه المكاسب القويه جدا في قطاع الناشئين اللي ظهرت بشكل كويس في الفتره الاخيره في النادي الاهلي، نتمنى ليه السلامه. اهم حاجه ان شاء الله نطمن في الفتره الجايه على سلامه مصطفى ابو الخير. ابراهيم عبد الحكيم برضو قدم اداء كويس، اسلام عبد الله، الاثنين ممتازين. يعني في بعض اللعيبه اللي محتاجه شغل على نفسها الفتره الجايه اكتر من كده. يمكن انا شايف حتى ميدو اسامه لما نزل كان كويس الشوط الثاني، بس في لعيبه يعني ميدو نبيل محتاج وقفه مع نفسه شويه، يتحسن اداؤه عن كده. احمد اشرف انا اشدت بيه قبل المباراه، النهارده مزودها شويه، كل كوره عايز يرقص، لازم العب جماعي. محمد وائل احسن، الشوط الثاني كان افضل كتير. مازن اسامه لعيب جوكر بيلعب في اكتر من مكان، الاثنين اللي قدام سواء سمير محمد او علي نادر ما ظهروش بالشكل القوي او النهارده، رغم ان علي نادر تسبب في طرد، يعني تسبب في طرد فقدم اداء برده مش وحش، بس مش ده الاداء بتاع الماتشات اللي فاتت عشان طبيعه المباراه ومقفله والتكتيك وكان في تكتل، يمكن ده اللي ما اداش فرصه للاثنين راس حربه ان هم يظهروا يعني. يعني بنقول لمصطفى ابو الخير الف سلامه، ان شاء الله نطمن معاك عليك وهنكون معاك يعني اليومين الجايين، وهنطمن الساده المشاهدين على مصطفى ابو الخير، واحد من اللاعبين المميزين اللي انضموا خلال الفتره الاخيره للقائمه الافريقيه. مستر كولر مقتنع بيه تماما، سافر مع الفريق في السفريتين شباب والازداد وامام ميدياما، فبنقول لمصطفى ابو الخير ان شاء الله يعني تكون اصابه بسيطه. بنبارك لشباب النادي الاهلي الفوز النهارده في ركلات الترجيح، وبيوسع الفارق ما بينه وبين انبي الى 5 نقاط يعني ليحافظ النادي الاهلي على صداره بطوله دوري الشباب. شرفتنا ونورتنا يا كابتن حشيش. شكرا اس، والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله دايما على القمه كده في جميع المراحل السنيه والفريق الاول ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا دكتور ثابت. ده شرف ليا يا كابتن اسامه، ومبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله دايما في الصداره كده باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكده يعني انتهى الاستوديو التحليلي سيد الاشبال الاهلي امام الاتحاد السكندري. نشوف حضراتكم قريبا ان شاء الله واستوديو جديد من استاد الأشبال.